العالم أصبح مكان غريب. الناس اللي انت بتحبهم منهم بدأ يتعدي بمرض كوفيد-19 وبعضهم كمان بيموت. انت ممنوع من الخروج من بيتك ومش قادر تشتغل. انت ممكن كمان تكون خسرت شغلك او عندك مشاكل مادية كبيرة. انت معزول عن اهلك واصحابك ومش قادر حتى تقضي وقت معاهم في الاعياد وفي رمضان. بس ربنا لسه بيحبك وفي رجاء. دي قصة أمل ليك النهاردة. سعيد كان بيدور على الحق وقت شبابه. كان في كتير من أصحابه بيعبدوا الأرواح، فبدأ يصير اهتمامه الموضوع ده. بعد شوية بدأ هو كمان يعبد الأرواح دي، وانخدع من إحساس القوة المزيف اللي كانت بتديها له. ضميره كان بيأنبه كل مرة كان بيعبد الأرواح دي. كان حاسس ان في حاجة غلط في اللي بيعمله هو وأصحابه. قرر سعيد انه يزور شخص مسيحي مؤمن بيتبع كلمة الله. بدأوا يدرسوا الكتاب المقدس مع بعض ويصلوا ليسوع. بدأ سعيد يحس بسلام وأمل للمستقبل وثقة في الله ما كانتش عنده قبل كده. واقتنع من تعليم الكتاب المقدس انه لازم يبطل عبادة الارواح لانها خدعة من ابليس، وان يعبد الاله الوحيد الحقيقي. حياته اتغيرت تماما من خلال يسوع، وبدأ ربنا يستخدمه انه يصلي من اجل الاخرين ويشارك الاخبار السارة عن مجيء يسوع التاني القريب معاهم. من خلال خدمة الصلاة سعيد كان بيصلي لاكتر من 25,000 شخص حوالين العالم. بسبب صلواته وقوة الله زيجات كتيرة انقذت، ناس اتحررت من الإدمان، وأطفال رجعوا في علاقات مليانة محبة مع أهليهم. الله فعلا أنقذ سعيد من الظلمة وجابه لنور المسيح عشان يشارك النور ده مع الآخرين. الله يقدر يعمل معاك كده انت كمان النهارده.